السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة، نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث في أول أخبار لنا في بلد البترول والميزانيات الانفجارية. دعونا نشاهد سيدة عراقية مسنة تأكل من النفايات، وأحد المواطنين يعلق قائلا: سود الله وجوه الأحزاب السياسية جميعهم عملاء لدول الخارج ولم يخدموا الشعب الفقير. لنشاهد معه. يا شيعة، يا حكامنا الشيعة، يا ساستنا، سود الله وجوهكم. هاي المرة الكبيرة بالسن تلم زبالة من الصبح، عايشة هنا باعولها ليش؟ الله ما تخافونه ولكم بقتوا البلد كله، ولكم هذا حال عراقية تلم من الزبالة. أم عراقية كبيرة بالسن هذا حالها، الله ما تخافوا، ولكم إنسانية ما عندكم، غيرة ما عندكم، نخوة عربية عراقية ما عندكم. الأحزاب الإسلامية، جماعة الدين، جماعة العمامة، مع احترام العمامة رسول الله، باعوا الحال، باعوا حال الرعية، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتها، باعوا حال الرعية لكم بالزبالة. الساعة 8 الصبح، غيرة ما بيكم، إنسانية ما بيكم، ولكم تشتغلون ذيول عبدة للدول الباقية. هسه لا أقول إيران، يقولون عنده عداوة ويا إيران، كل الدول، ولكم ذيول أنتم، عار ما اشتغلتوا لبلدكم. سود الله وجوهكم ووجوه سياسيينكم وأحزابكم ومعممينكم اللي يقعدون يحجون، ما كل اللي يسمعه يقول من بعد رب العالمين، وهو ذرة غيرة ما بي، نخوة ما بي. عمامة رسول الله بس مجرد فيلم حتى توصلون لغاياتكم. دعونا نقرأ مع حضراتكم التعليقات التي وردت حول هذا المقطع على فيسبوك. في تعليق من أم عباس الخفاجي تقول: يقول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، حسبنا الله ونعم الوكيل، عليهم جميعا ومشكولين الذمة إلى يوم الدين. محمد يقول: كل من له دور ديني أو سياسي أو عشائري في هذه المرحلة هو مسؤول عن كل اللي صاير، وخصمهم رب العرش العظيم. في تعليق من منتظر يقول: أهم شيء الإصلاح، وراعي الإصلاح بخير ويقعد ويصعد جكسارات. يشير هنا إلى زعيم الميليشيات مقتدى الصدر. قصي الشمري يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، عليكم وعلى أحزابكم اللا إسلامية والسياسية وعلى معمميكم. ساعة السودة اللي شفنا وجوهكم الخايسة، إيش نحكي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، عليكم دنيا وآخرة. كانت هذه جزءا من التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. ننتقل إلى قضية أخرى أيضا تحدث موسميا في العراق وتسبب كوارث. مع أول زخة مطر على العراق ومع بداية الموسم الشتوي، انكشف للعيان عيوب البنية التحتية بمختلف المدن العراقية. ورغم أن الأمطار لم تستغرق أكثر من نصف ساعة، إلا أن الحالة كان مزرية. نبدأ من قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، حيث غمرت مياه الأمطار شوارع القضاء في مشهد يتكرر كل عام دون حل من قبل الحكومات المتعاقبة. دعونا نشاهد. هاي مناشدة للسيد محافظ صلاح الدين والسيد قائم مقام
الشرقاط. أتمنى خلية الأزمة تتحول لقضاء الشرقاط، لأن السوق الآن يغرق بالكامل مع انسداد المجاري بشكل كامل. نبقى مع نفس الموضوع لكن ننتقل من محافظة صلاح الدين إلى محافظة البصرة جنوب العراق، حيث نتابع في قضاء الزبير تحديدا الحال هناك، ولا يختلف كثيرا عن قضاء الشرقاط. مواطن يلخص الأوضاع هناك في شهادته حول التقصير الحكومي في المقطع التالي، فلنشاهد. ما عندك على حبيب سرايتي، وين الاستنفار تحكي عليه احمد فاخر خويه؟ وين الاستنفار تقول بليت ليت زبر استنفرت؟ جود كل كوادرها وهاي السوالف مالتكم وينها؟ استاذ عباس قائم مقام الزبير، جزاك الله خير الجزاء. انظر في هاي الحاله، هذا خامس سنه سادس سنه ما قدرت توصلون الحل على هذا الشيء. بس اريد نشوف استاذ علي حبيب الصرافي يمتى يقتنع، يمتى يعرف مباشر الله يحاسب. ومن قضاء الزبير إلى قضاء قلعة سكر في محافظة الذقار، والذي غمرت مياه الأمطار شوارعه. تداول المواطنون هناك مقطعا مصورا بطريقة تهكمية لصيد الأسماك، بعد أن تحولت شوارع القضاء لبرك مائية بعد نحو 15 دقيقة من الأمطار. دعونا نشاهد. يرى فلنتابع التعليقات التي وردت حول هذه المقاطع على فيسبوك. في أول تعليق لدينا من خالد عبد العزيز يقول: الماي يطرد الشر، أصبحنا أضحوكة العالم. علي العلي يقول: يا الله، يقول لك ليش تتظاهر، حسبنا الله ونعم الوكيل على الأحزاب. مجتبى عظيم يقول: شا هذا مو إنجاز، اشتردون بعد، صار أدنى أنهار وبحيرات. وزياد النجفي يقول: اشتردون بعد من الحكومة يا عراقيين، عايشين بنعيم، يسخرون ويتهكمون على الوضع القائم. نظم حملة الشهادات العليا ومهندسو العراق مسيرة حاشدة في منطقة الحارثية ببغداد احتجاجا على استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم، ونزل المعتصمون إلى الشوارع بمسيرة واحدة مرددين هتافات تؤكد على استمرارهم في اعتصامهم السلمي وعدم التراجع عن التظاهرات حتى تحقيق مطالبهم بتوفير وظائف لهم بعد أشهر من الوعود الحكومية. لنستمع إلى جانب من بيانهم الموحد قبل الانتقال لاستعراض عدد من التغريدات على وسم الشهادات والهندسة ينتفضون، فلنشاهد. بعد أن تهمشت وسلبت حقوقنا من قبل الحكومات السابقة ومنذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، وبسبب الوعود الكاذبة والظلم والتهميش المستمر من قبل الحكومة الحالية، وعليه تم إصدار هذا البيان من قبلنا، والذي من خلاله نود أن نبين لكم النقاط الآتية. أولاً، إلزام الحكومة الحالية بتوفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا تجمع وطن والمهندسين المعتصمين أمام النقابة العراقية، والناتجة عن درجات الحذف والاستحداث المتوفرة لهذه السنة، واستثناء من ضوابط التعيين وكلا حسب تخصصه في وزارات الدولة ومؤسساتها. ثانيا، في حال لم تكن هنالك استجابة جادة لمطالبنا، ستكون لنا خطوات تصعيدية مغايرة لوقفتنا هذه، ولن نتوقف عن ذلك حتى تحقيق ونيل المبتغى، والله ولي التوفيق. دعونا نقرأ جزء من التغريدات التي وردت حول وسم الشهادات والهندسة ينتفضون على تويتر. سميرة رحيم تقول: لن نحتمل ظلمكم وتهميشكم أكثر، طال الأمد على وعودكم الكاذبة، آن الأوان ليسطع نجمنا في سماء الوطن. في تغريدة من نور تقول: ألا يشعر الساسة بالخجل عند نقضهم الوعد، أم أنه من شيمهم تتساءل؟ وأم
أبي يقول أو تقول: تصويفكم لن يثنينا عن المطالبة بحقنا أو حقوقنا، سنستمر لإيماننا بتلك القضية، وإن اقتضت الحاجة نزيح الجميع من مناصبهم. تجمع وطن للشهادات العليا. ودعاء تقول: من المؤسف في بلاد الرافدين أن تصبح حقوقنا مجرد أمنيات نتمنى أن تتحقق بسبب السراق والفاسدين. هكذا يرى مغردون على هذا الوسم. أيضا ننتقل إلى موضوع ليس بغريب أو بعيد عن هذه القضية. بعد أشهر من المماطلة الحكومية، خرج موظفو العقود في وزارة الكهرباء بمسيرة حاشدة باتجاه مقر رئاسة الوزراء في منطقة العلاوي في بغداد للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، محذرين من تصعيد حراكهم الاحتجاجي. وردد المتظاهرون أثناء المسيرة هتافات منددة بالفساد الحكومي واستمرار نظام المحاصصة الطائفية، وأخرى تستنكر استمرار التجاهل الحكومي لمطالب المتظاهرين. دعونا نشاهد معا قبل الانتقال لاستعراض عدد من التغريدات على وسم مسيرة مهندسي الكهرباء للتثبيت، فلنشاهد. فلنقرأ لحضراتكم جزءا من التغريدات التي وردت حول وسم مسيرة مهندسي الكهرباء للتثبيت. سارة تقول: خاب كل من أراد إسكات صوت الحق بعد معاناة لأكثر من سنة من مظاهرات واعتصامات باسم الهندسة، وبعد وعود الوزارة الكاذبة. نحن أجور وعقود الكادر الهندسي لوزارة الكهرباء مستمرون باعتصامنا السلمي، مطلبنا واضح وصريح: التثبيت على الملاك الدائم. المهندس محمد جاسم يقول: أنصفوهم للمهندسين كافي مماطلة. وأمير يقول: وين وعدك يا الكاظمي؟ وين وزير الكهرباء اللي ما نزل للمتظاهرين؟ التثبيت قضية المهندسين. وآخر التغريدات من قيصر الشمري يقول: مهندسو وزارة الكهرباء من العقود والأجور المعتصمين منذ أشهر يطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم من خلال درجات الحذف والاستحداث، وهذا حقهم المشروع. ننتقل إلى موضوع آخر. بعد حادثة استشهاد المتظاهر عمر فاضل في محافظة البصرة، خرج متظاهر في ساحة اعتصام البحرية في البصرة، وهو متظاهر خاطب القوات الحكومية بألم وذكرهم بضرورة أن يكون الولاء للوطن، وأشار إلى وجود ضباط ارتباطهم بالأحزاب الموالية لإيران بين صفوفهم، فنشاهد. هاي النار من تريد تطفيها راح نلوالكه، تدب عليها نفط لو تدب عليها ماي، وتدب عليها ماي هاي وحده. الشغله الثانيه لازم عند القيادات يكون عندكم انضباط، عندكم مهنيه. يعني شلون قلت لك هسه راح يكون المتظاهر، يقول واحد من المتظاهر وين مدس غير عنده تجاوز عليكم الكلام او ضربكم وطابوكم، ليس من المعقول تستخدمون وياه القوة المفروضة. خلي عندكم اسلوب مهني. هسه هذا الضابط اللي صار تصرف على شخصي طاح بيها لو ما طاح بيها، وثانيا شنو وزير الداخلية يشكل لجنة وزير الدفاع يعني ما يحتاج فيها لجنة. جريمة يحاسب عليها القانون. متظاهرين عزل اذاعكم الدز، ليش ما تطلعون انتم؟ ما يصير يعني الهائل هذا العدد مضبوط متظاهرين عزل. فاكو ناس مدسوسين من القوات الامنيه، نكون واقع اكو ضباط عندهم ولاء وعندهم ارتباط سياسيا وعقائديا بالاحزاب الاسلاميه، ما عندهم ولاء للوطن. خلي دائما ولاءك للوطن، الوطن اولا.
طبعا مشاهدينا الكرام، هذا المقطع وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام، لها أرقام ستظهر بعد قليل لحضراتكم للمشاركة من خلالها وإرسال ما لديكم من مقاطع. ودائما ما ترد الأحداث والأخبار والتأكيدات من العراقيين في الداخل أن القوات الحكومية تقف إلى جانب السلطة لحمايتها وتقف مع الميليشيات في قمع المتظاهرين والثوار. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، الآن مع فقرة الخبر المزيف. حصد مقطع عشرات الآلاف من المشاركات، هذا المقطع يدعي ناشروه أنه لمواجهات مسلحة في شوارع البرازيل، إلا أن هذا الفيديو الذي ستشاهدونه بعد قليل مجرد مشهد تمثيلي من فيلم برازيلي. يظهر في الفيديو عدد من الشبان المسلحين الذين يسيرون في شارع ضيق فيما يقف عنصران من الشرطة من دون حراك، وكتب أو كتب في التعليق المرفق: أهلا بك في البرازيل، ما يوحي أن هذا هو المشهد المعتاد في البلاد. سرعان ما تنبه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى معدات التصوير التي تظهر في الفيديو، وكتبوا في خانة التعليقات إن هذا المقطع مشهد تمثيلي، ويرشد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة والتفتيش عنها عبر محركات البحث إلى موقع برازيلي يعنى بالتدقيق بالأخبار الكاذبة. نشر تقريرا باللغة البرتغالية عن هذا المقطع وأوضح أنه مجرد مشهد تصويري من فيلم استخدم خارج سياقه أيضا في البرازيل. دعونا نشاهد. الآن مع فقرة صندوق الوارد، هناك رسالة وردتنا عبر صندوق بريد قناة الرافدين على فيسبوك، دعونا نقرأها لحضراتكم. الرسالة تقول: هناك مجموعة تابعة للحشد في إمام ويس في المقدادية بمحافظة ديالى بسيطرة مياح تحديدا، يحملون أسلحة متنوعة ويجبرون سائقي التريلات على دفع مبلغ 50,000 دينار و$100 بالقوة، ويقومون بإطلاق الرصاص الحي على إطارات السيارات وعلى كل شخص لا يدفع لهم، حيث حصلت حادثة مع أحد السائقين مؤخرا وطالبهم بوصل رسمي للمبلغ، انتهت بالشجار بينهم وقاموا بوضع قنبلة يدوية في صندوق الشاحنة وارتكبوا عليه واتهموه بحيازة السلاح وسلموه لأحد المراكز المتعاونة معهم، والله على ما أقول شهيد، علما أن واردات هذه السيطرة تبلغ من 20,000 إلى $30,000 في اليوم الواحد وتذهب لتمويل الأحزاب والميليشيات. جرم حقيقي في العراق، ولكن يسكت القانون عن هذه الانتهاكات. هذه الرسائل مشاهدينا الكرام تريدنا باستمرار، بإمكانكم أيضا أن ترسلوا ما لديكم عبر منصاتنا الإعلامية بصناديق بريدها. نراكم بعد قليل. مع فقرة الهاشتاج، سادت مواقع التواصل الاجتماعي حملة من التهكم والسخرية على الأحزاب ورموز العملية السياسية بعد الحفاوة في استقبال خبر فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية والتهاني التي بعث بها هؤلاء لبايدن.
وقد نشر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجو بايدن وقادة الأحزاب وزعماء الميليشيات متسائلين عن من يكون ابن السفارة الحقيقي، في إشارة إلى الوصف الذي أطلقته وسائل الإعلام الحكومية والميليشياوية على المتظاهرين في محاولة لتشويه صورتهم. وسم الأحزاب أبناء السفارة تصدر الترند العراقي على تويتر بعد أن تفاعل عليه العراقيون. دعونا نقرأ جزءا من هذه التغريدات. علي يقول: يتهمون احنا ولد السفارة، وهم أمريكا جابتهم على دبابتها، وهي كتبت لهم الدستور، وهي حطت لهم رئيس الوزراء، وهي اختارت نوابهم، وبالأخير احنا نطلع ولد السفارة. في تغريدة أخرى زينب تقول: اليوم وضحت الحقيقة للجميع بعد ما كان الجميع يسمى الثوار الأحرار أو يسمي الثوار الأحرار أبناء السفارات، ولكن العكس كان أتباع الأحزاب والميليشيات الذين يدعون مقاومة المحتل ينتظرون فوز جو بايدن بفارغ الصبر أكثر من غيرهم، وها قد انتصر جو بايدن وقد رأيتم كيف باركوه على انتصاره. في تغريدة من محمد يقول: قريبا تاج راس جديد ما ملبوس من قبل، الولائيون فرحون ببايدن وكأنه من حزب الدعوة، عقول الخراف حينما تفكر. وفي آخر التغريدات من آية تقول: الأحزاب وجيوشهم الإلكترونية في تناقض، فتارة يسموننا أبناء السفارة وتارة يصبحون هم أبناء السفارة. تم التحريض على الشهيدة ريهام واتهامها بالعمالة الأجنبية من قبل المقاولة إلى أن تم قتلها. الآن نرى المقاولة أي المقاومة بتهكم تتبارك بفوز بايدن، أليست هذه هي العمالة الأجنبية؟ أسئلة منطقية وصور كثيرة انتشرت لنور المالكي وغيره من السياسيين الموجودين بالزيارات الكثيرة التي أجراها جو بايدن منذ الاحتلال إلى أن آخر زيارة أجراها للعراق وهو يلتقي ويستقبلونه بحفاوة شديدة. وللعلم جو بايدن كان واحدا من ديمقراطيين قلة صوتوا على احتلال العراق. نراكم بعد قليل. الآن مع القصص المنوعة. شاب فلسطيني أعدم ميدانيا منعت عنه طواقم الإسعاف، هذه الحكاية المأساة المتكررة في الضفة الغربية، دعونا نتابعها مع هذه القصة التي نشرها موقع أنا العربي، فلنشاهد. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا.
وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.